الزمالك بخصوص السوبر، وبعد كده يعني لو جالنا الخبر وتأكيده هقوله لحضراتكم، انا مش هقوله غير لما اتأكد منه. طيب كابتن شريف، كنا بنتكلم وكابتن ايمن على كهربا، حضرتك قلت لي مش هيأثر وجوده حتى او عدم وجوده من في الحالة الفنية للنادي الاهلي. كابتن ايمن انت قلت لي يأثر، هو مهم عند كولر بشكل كبير جدا، لان الراجل من اول ما جه كان بيطالب بمهاجم بمواصفات معينه، وهو لقى المواصفات دي موجوده في كهربا، فعشان كده هو بيدفع بيه في كل مبارياته واثره. كهربا مش في حاله بدنيه عاليه جدا، بس هو لعيب في التمركز داخل الصندوق، وانت كنت مهاجم بالشكل ده فاروق وعارف يعني، فهو بيعرف يلعب اللمسه الواحده وبيعرف يحل للراجل بشكل كبير جدا في حاجات كتيره، فالراجل شايفه ان هو الامثل بالنسبه له، واللي هو في تكمله المسيره اللي موجود عليها النادي الاهلي في عدم النادي مش عارف يجيب فروت، فهو كهربا نمره واحد عند الراجل في النواحي الفنيه اللي موجوده دلوقتي بالنسبه لفريق النادي الاهلي. هياثر معاه فنيا؟ هياثر معاه فنيا، لما كنا شفنا تحركات النادي الاهلي دي كلها في ان كهربا يلعب المباراه. حاجه تاني نفسيه، واحنا كنا لعيبه فاروق وعارفينها، ان انت لما تكون زميلي وبعدين مشيت ومشيانك ده كان فيه مشاكل، يعني مشيان ما كانش عادي يعني، وفي مشاكل حتى انا مش عارفين نسلم على بعض انا وانت، فطول الوقت انا مضغوط عليك وانا بلعب عليك في ناحيه ان انا عايز اقول للجمهور ان انت مش معلك. كابتن ياسر عطا خبر اللي انا كنت بقول ان هو اتمنى ما يبقاش يعني حقيقي، هو ان نادي الزمالك اعلن رسميا الانسحاب من بطوله السوبر. يعني ده رسميا نادي الزمالك بيعلن الانسحاب من المشاركه في بطوله كاس السوبر المصري، وبالتالي طبعا يعني ايه حاجه. طيب هل اتحاد الكره عامل ترتيبه في حاله انسحاب بيراميدز؟ كابتن هو اللي هيبقى موجود، هيبقى موجود في المباراه، اعلن كده الاتحاد. كان في كلام في حاله ان نادي الزمالك او اي نادي من الانديه مش هيبقى موجود، هيبقى بيراميدز الموجود. صح الاعداد معايا يا جماعه، تاكدوا لي المعلومه. طب عايزين حد من الاتحاد يقول لنا الكلام ده، ياكد لنا هل بيراميدز عنده استعداد يسافر ويلعب؟ قالوا بيتصلوا بالاتحاد ما بيردوش، بس هي المعلومه دي يعني هي الاقرب للتحقيق، ان بيراميدز اللي كان الكلام ده يعني متقال على اساس ان بيراميدز كان طرف نهائي الكاس يعني. بس عشان تصحيح الصيغه، بس بيعتذر عن المشاركه في بطوله، ما هي كده هو هيبقى اعتذار مش انسحاب. ما اعتذار زي انسحاب يعني، سيبك من المسميات، المهم انه مش مسافر. بس انا بصراحه مش معاهم. ليه يعني؟ انا لو انت كنت متاكد ان هي لازم هلعب. ليه؟ لان انا باصص لاسم مصر واسم الزمالك واسم الاهلي.